مساء الخير عليكم أعزائي مشاهدين برنامج شكل تاني، وحشتوني وأولى حلقات السيزون التاني. قبل ما أعرف ضيفي الجميل وجايين لكم بحاجات مفاجآت وحاجات كتيرة جدا هتسعدكم النهاردة، قبل ما أتكلم في خبر أثار ذهني في اليوم السابع. الخبر بيقول إن رئيس مجلس القرية في إحدى الدوائر، تحديدا المحمودية الرحمانية، رشيد المحافظ فصله بسبب عدم حيادته في الانتخابات البرلمانية. عدم الحيادية في الانتخابات البرلمانية، أعضاء حملة المرشح سامح عبد المحسن شاوي وقريبه وهو بيتكلم مع رئيس مجلس القرية في دعم مالي وميزانية مفتوحة. أرجع وأقول السيد المحافظ البحيرة مشكورا، فصل رئيس مجلس القرية في وظيفته من المعلومة. المعلومة من جريدة اليوم السابع. اتخاذ ضده حقيقة أنا معرفش لحد دلوقتي، ومعرفش كانت الهيئة الوطنية هيكون لها دور ولا هو كفاية إن هو فصله. بقول للمرشحين في حيادية في بلدنا وما تخافوش وانزلوا ومحدش يقلق، وطبعا بوجه الشكر لمحافظ البحيرة. وأقدم ضيفي الجميل أستاذ إدوار، روبرت إدوار، صاحب شركة تسويق، وهو يعرف عن نفسه. نورتنا اهلا وسهلا نورتنا يا بيك. استاذ ادوار، اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد طبعا لله. ما شاء الله شركتك مكسره الدنيا في التسويق. يعني شويه بس هنكسرها بعد الحلقه. ان شاء الله باذن الله. عايزاك بقى تعرف الساده المشاهدين على نفسك. تمام، انا اسمي مستر روبرت ادوار، شركتي اسمها توجذر، وتوجذر مش مجرد اسم لكن رؤيه، رؤيه معا معا نقدر نحقق انجازات ونجاحات كتير جدا. رؤيتنا نجتهد معا وننجح معا ونتميز معا. فالهدف من الشركه مش بس انه بيزنس، ولكنها في النهايه هدفها ان هي تطور من الشباب وتطور من المنشآت وتطور من الشركات التانيه. فعندنا رؤيه وعندنا خطط تنفيذيه لكل شركه على حده، وعندنا فريق عمل بيجهز الخطه بشكل دقيق جدا علشان نقدر نحقق لكل مجال سواء كان صناعي او تجاري الهدف بتاعه انه ينجح ويقدر يوصل لاكبر قدر من الناس. حاجة جميلة جدا. النهاردة انت جايب لنا كذا منتج ان شاء الله وكذا النهارده. حد بيسوق عند حضرتك، يعني نقول شركائك في النجاح، صح ولا طبعا لا؟ شركاء، انا مش بسميهم عملاء على فكره خالص، لكن بقول دول شركاء للشركه عندنا، وده هدف من زمان عندي. يعني حتى لما بشتغل معاهم اخراج لاعلان معين عندهم، او بكون مسؤول عن حمله تسويقيه، احنا بنتشارك بنتابع يوميا مع بعض، مش مجرد اعلان هم ممول. أصدقاء بالنسبة لك، بالظبط إن أنت نجاحك يعني يعتبر نجاحك أنت من نجاحهم ونجاحهم من نجاحك، بالظبط. فقلب واحد زي ما بنقول. عايزين نتكلم أول حاجة عن سنتر البركة. سنتر البركة الحقيقة لما بدأنا شغل معاه اكتشفت ان هم فعلا بيقدموا بمصداقية كاملة. يعني الناس دي لما بتيجي تقول عن سعرها منتج معين بيكون فعلا حقيقي، ولما بيقولوا خصومات بتكون حقيقية، عكس ما بنسمع كتير جدا على الإعلانات وفي الآخر ما بيبقاش في هدايا زي ما بيتقال في الإعلان مثلا. لكن لا، الشركة السنتر ده متميز جدا، منتجاته جملة وقطاعي، بيوزع لكل محافظات مصر، بيشتغل في المفروشات البيتي، وبيشتغل في ملابس البيتي، وبيشتغل ملابس الأطفال. سنتر كبير جدا من السناتر المتميزة جدا في المسكي، ويعني انتوا عارفين انه قلب البلد هو المسكي. طبعا يعني هو هو برضو ليه بيصدر فيديو الاعدادي حضرنا ان شاء الله ونعرضه لسنتر البركة. يعني السنتر شامل مفروشات وايه كمان؟ وملابس بيتي وأطفالي وبقى ملابس رجالي بيتي، رجالي ترنجات بيتي. وحاجات زي. مظبوط. الفيديو جاهز يتعرض؟ نعرض الفيديو عن سنتر البركة.
يبقى شفنا الفيديو استاذ روبرت، حاجه جميله جدا، وبنوجه الشكر طبعا لسنتر البركه على الجمال ده، ولو في حاجه تقدر تعقب عليه. الحقيقة عايز أعيد تاني رؤية شركتنا توجذر للدعاية والإعلان. رؤيتها إحنا بنجتهد معا ونتطور معا وننجح معا ونتميز معا. ونتميز دي عشان ليها مقدمة تانية هنبقى نحكي عنها، لكن عايز أقول إن سنتر البركة بالاجتهاد وبالنجاح إن شاء الله هو عامل عرض الشهر اللي جاي دون بخصومات كبيرة جدا 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 لكل محافظات مصر جملة وقطاعي، إن بالنجاح هو يا عنده رب قسمين. والتوفيق. وعايزين بقى بندعي كل مشاهدينا ان شاء الله يروح سنتر البركة. معانا منتج تاني، عسل نحل زاد. عسل نحل زاد من المنتجات القوية جدا والجميلة، والحقيقة ما يميز عسل نحل زاد القائمين على العمل من الناس المجتهدة والمحافظة جدا على العوامل الصحية والإجراءات الوقائية لكل منتجاتهم. مش بس كده، كمان يعني بناخد من خير الطبيعة ومن خير بلدنا علشان نعرف نقدمه للناس، وده بيميزهم جدا الحقيقة عسل نحل زاد، وقائمين على العمل يوميا يوميا في إنتاج مستمر بيوزع على مستوى كل المحافظات، ليهم اكتر من فرع، من اكتر المنتجات اللي انا شخصيا اتشجع ان اكون شريك ليهم، لان هم ناس فعلا محترمه وبيعملوا منتج محترم جدا صحي جدا، وبيتبعوا فيه كل الاجراءات اللازمه علشان يقدموا منتج سليم ومنتج صحي. نعرض فيديو لعسل نحل زيت. الفيديو هيتعرض معانا دلوقتي. العسل من العوامل الطبيعية اللي بيعالج كتير من الأمراض، علشان كده عسل نحل زاد معاكم في كل بيت مصري، لأنه بيحتوي على جميع المعادن اللي بيحتاجها الجسم، وبتستخدم للكبار وللصغار اللي بيعانوا من فقدان الشهية ونقص في المناعة، بالإضافة لأمراض تانية كتير. يلا بسرعة قوي مناعتك ومناعة أطفالك. عسل نحل زاد آل علم من وحي الطبيعة ومن أجود أنواع العسل. عسل زاد رقم واحد في مصر. فوائد العسل وخصوصا العسل اللي حضرتك اللي احنا شفناه دلوقتي عسل خام، فوائده ايه للشباب والاطفال؟ والله العسل طبعا كله فوائد، ربنا سبحانه وتعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ما قالش دواء، الدواء ممكن يشفي او من عدمه، لكن الشفاء ان شاء الله الشفاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس اهم حاجه تكون المصداقيه والامانه. فوائده بقى كتير قوي، من اول شعر راس لحد ظهر رجليه. فوائد للذاكره، تنشيط الذاكرة، للعظام، بيرفع المناعة في الجسم، لأمراض الشيخوخة، للضعف الجنسي، لأمراض كتير جدا جدا جدا. العسل الخام بيخش كمان، بنضيف عليه حاجات استخراج النحل برضه، بيتم إضافة حاجات زي حبوب اللقاح من إنتاج النحل، غذاء ملكات النحل. في حاجة اسمها عقبر، العقبر ده الاسم العلمي بتاعها بروبليس اللي هو صمغ النحل، بيضاف عليه، بيستخدم في خلطات لرفع المناعة عند الأطفال، لتقوية الذاكرة، للتنشيط، لتنشيط الدورة الدموية كشكل عام في الجسم. مطلوب وكلاء لنا من جميع أنحاء الجمهورية. للتواصل يرجى الاتصال على الأرقام التالية أو زوروا فروعنا الموضحة على الشاشة. عسل زاد، خيرة العسل ونقائه. ورجعنا لكم تاني بعد عسل نحل زايد واستاذ روبرت، او مستر روبرت، انت بتحب مستر، هي استاذ بس هو مستر. تكلم لنا بقى عن عسل، واللي عايز يتواصل للعسل يتواصل على الارقام. تمام، انا عايز اقول انه عسل نحل زاد هو كانوا كاتبين الارقام في الفيديو، اللي حابب يتواصل هم طالبين وكلاء على مستوى كل محافظات مصر، ارجو التواصل بيهم وتواصلوا معاهم، شركه من الشركات المتميزه شجعوهم. هي كمان بتبيع في اكتر من مكان، العاشر من رمضان، بليفل للالبان، في طنطا، في كفر الشيخ، ليهم اكتر من فرع في اكتر من محافظه، وكمان بيوزعوا هنا في القاهره في الهايبر وفي اكتر من مكان. فانا اشجعكم ان انتم تتعاملوا معاهم وتتواصلوا معاهم من خلال الارقام الموضحه على الشاشه ان شاء الله. ولو اي حد برضو معرفش يوصل الارقام يتصل بحضرتك، اسمك تمام ورقم تليفونك على الشاشه يا روبرت. هنتكلم برضو عن بصريات كنزي.
كنز الحقيقه قصه تانية، لانه انا بعتبرها من قصص الكفاح اللي لازم نشيد بيها. صديق استاذ سامح من الناس فعلا خبره 18 سنه بيقدم المجال. عايز اقول انه في ميزه كبيره جدا انه من اليد الاولى، يعني العميل اللي بيتعامل مع شركه كنز للبصريات هو بيتعامل مع اليد الاولى من المصنع، لانه استاذ سامح هو ابو اليزيد، استاذ سامح هو مستورد، فبياخد من المصنع للعميل. مش بس كده، يعني نقول وكاله ليه بالظبط كده. وعندهم معامل هم اللي بيصنعوا وهم اللي بينتجوا كل حاجه، هم اللي بيقفلوا كل حاجه، حاجات جميله جدا وخامات جميله جدا. كنزي اسم يعني في الهرم في مساكن الضباط، هو اسم كبير وشركه ليها ترويجها وليها موزعينها وليها عملائها اللي بقالهم سنين. واستاذ سامح ابو زيد يعني من الناس المتميزه جدا ما شاء الله، ومش بيعمل حاجه وبس. انا هروح له بقى كده. هو صديق غالي جدا على قلبي، وانا علشان كده بقول شريك النجاح الثالث. يعني شريك النجاح الثالث، وانا يشرفني ان احنا نكون شركاء، لانه فعلا بيقدم حاجه محترمه. وبرده في الفيديو هيكون في ارقام تتواصلوا معاها ان شاء الله اكيد، وطلب الجمله والكميات في كل محافظات مصر متاح. معاملنا معامل خاصه جدا للانتاج، وحاجه بصراحه بسم الله ما شاء الله يعني جميل. هي البصريات نقول بس نوضح للساده المشاهدين، ممكن هو يصنع ايه وايه وايه، او انواع الماتريال، او مثلا عدسات ولا نظارات بس ولا شنابر وعدسات وعدسات طبيه وعدسات شمسيه وكل حاجه موجوده عنده. براندات، عنده براندات جميله جدا، براندات عالميه، حاجات متميزه جدا. يعني اي حاجه تخص بصريات واطفالي. تمام بالزبط. تمام. طيب في اغنيه جميله لمطرب جميل بجد احنا بندعمه من خلال برنامج شكل تاني، عايزاك برضو ايه في عجاله كده استاذ روبرت تتكلم عنه ونسمع الاغنيه بتاعته. استاذ هاني امير هو من الناس البسيطه، وعنده مصنع في الحقيقه من المصانع المهمه جدا، مصنع بلاست، هو من الحاجات المتميزه جدا. هو كمان شخصيه جميله وبسيطه، شخصيه متواضعه يعني من الناس البسيطه. يمكن مش بس فكره الاغنيه قد ما فكره كمان اجتهاده كشخص مجتهد ومبدع في شغله ومبدع في ما يعمل، ومن الناس البسيطة المصريين الجدعان، يعني الناس اللي ينفع تعشريهم كده، الناس العشرية. أيوة. وشخصية جميلة الحقيقة، وأنا عشان كده احنا بندعمه النهاردة في البرنامج. وهو صوت بجد جميل، ونسمعه برضو دلوقتي وهنرجع نعقب عليه تاني. تمام. نسمع الأغنية. بريق القلب منك يا ناكر المعروف، قلبي سلمته أمرك وكان عليك ملهوف. بريق القلب منك يا ناكر المعروف، قلبي سلمته أمرك وكان عليك ملهوف. حبينا
ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع المغني الجميل. احنا بنشجعه وبندعمه من قلب قناة الصحة والجمال، ان شاء الله بالتوفيق ليك. عايزين بقى نتكلم يا روبرت عن مجالاتك، شركتك، ازاي بتسوق، ازاي نقدر نعرف المسوق الصح من المسوق اللي بينصب النصابين، مافيا التسويق. انا طبعا عايز اشكر حضرتك وعايز اشكر قناة الصحة والجمال، لانه انا عايز اقول للناس اللي بتجري ورا السوشيال ميديا بس وكتير بيتنصب عليهم، عايز اقول لكم وانا بتكلم عن مافيا التسويق الالكتروني، يقول لك ابعت لي على الكاش وبعدين ما تلاقيش حد عمل حاجه. لكن ليه ما تلجاش لشركات او تشجع ناس حتى لو بتبتدي، بس تكون ناس حقيقيه تعرف ترجع لهم. يعني لما بتيجي تعرض حاجتك على قناه زي قناه الصحه والجمال او اي قناه كانت، مصدر موثوق فيه وبرنامج محترم، انت بتعرف تسوق كويس لنفسك، بتعرف كويس قوي تتمتع بالمزايا كمان اللي موجوده، لان كل برنامج والقناه ليها اكتر من صفحه وقناه يوتيوب، فبتشوف قد ايه المميزات اللي موجوده. طبعا فليه نعرض نفسنا للخطر يعني، وخصوصا ان في عمليات نصب بتحصل كتير جدا. انا زي ما قلت لحضرتك، احنا شركتنا هي رؤيه مش فكره بزنس بس، لكن عندنا ثلاث اقسام: قسم التصوير، عندنا الاخراج، انا بقوم بالاخراج في الشركه، وعندنا مونتاج وعندنا تصوير. مش يعني بس الفيديوهات دي روبرت انت اللي عاملها، الفيديوهات اللي عرضت معانا الاربع فيديوهات دول؟ الامانه الحقيقه كلهم ما عدا الاغنيه. ما عدا الاغنيه. الاغنيه طبعا لا ليها مخرجها الحقيقه، بس طبعا ما كانش في وقت ان احنا نعرض عشان برضو يعني الاغنيه ليها مخرج. والثلاثه اللي هو الشغل التسويق ده انت اللي مخرجه وانت اللي عامله، بس جميل جدا، تسلم ايديك بجد. ربنا يخليكي، تسلمي. برضو احنا في حاجات تانية، انا ليا ثلاث برامج على اليوتيوب، بنعد ونخرج برامج لليوتيوب للناس، الشركات والمصانع والمحلات، حتى لو انت عندك محل صغير ينفع نعمل لك تسويق الكتروني. عايز اقول انه التسويق هو مش مجرد شغل بيتأدى، ولكنه علم. علم انا بعرف ازاي اعبر عن منتجي وعن نفسي، وبعرف ازاي اوصل للعميل اللي عايزني وحافظ عليه. فالموضوع مش بس مجرد ان انا بعمل اعلان ممول، لكن رحلة بنمشيها احنا كشركة مع العميل او الشريك، مش العميل، الشريك اللي بيسوق معانا. انا دايما بقول اي حد بيدعم حد فهو شريك النجاح. ده حقيقي. برنامجي برضو برعايه زيت للشعر، طبعا انا بدعمه جدا لان هو ده رعايه البرنامج، وهو شريكي في النجاح ان شاء الله في اللي جاي كمان. واي حد برضو عايز منتج الزيت، الارقام واضحه على الشاشه، هو بيعمل على تقويه الشعر وهو ببذر زيت الكتان، ومميزات كتيره جدا. وان شاء الله الدكتور هيكون معايا استضيفه حلقه ان شاء الله يشرح لكم اكتر، بس انا عن نفسي استخدمته وهو جميل جدا الزيت ده. فعايزين نقول يا روبرت مش اي حد يقول لنا اي حاجه نجري وراه. مظبوط. ونصدقه، لازم اشوف شغله قدام عينيا، وبيكون بجد حد اشتغل قبل كده، عمل عنده شغل قبل كده، ومش اي حد ياخد فلوس ويجري واحنا ما نعرفوش. بالظبط. فانت عندك ايه اليات الشغل؟ آليات الشغل، احنا لما بنيجي نتحرك مع العميل، انا طبعا خريج اعلام جامعة القاهرة، فبنمشي بشكل علمي منظم، بنشتغل على ذهن الجمهور نفسه اللي هيشتري المنتج، فبنمشي مراحل مرحلة مرحلة. انا لما بيجي حد يقول لي انا عايز اعمل اعلان يحقق 100 رسالة 200 رسالة، هو كل اللي في دماغه انه يشوف ارقام. احنا مش بنبيع ارقام، انا عايز اوصلك للعميل فعلا اللي عايز يشتري منك الفعلي. بالظبط. فبنعمل مرحله اسمها وعي الجمهور بالمنتج، بيكون طبعا قبلها في التاسيس اللي هو الفوتو كفر والفوتو بروفايل والفريم واللوجو اللي اسمها الهويه المرئيه للشركه نفسها، ودي بنأسسها سوا. يعني يمكن حتى الثلاث شركات اللي عرضت عنهم احنا بنعمل لهم وبنساعدهم نأسس لهم الحاجات دي. مش بس كده، كمان في مرحله تانية اسمها الانججمنت، يعني العميل اللي شافك ده وانت وصلت له وعرفته المنتج بتاعك، بنبتدي نتفاعل معاه. احنا عايزينه يعمل لايك، احنا عايزينه يشوف المميزات اللي في المنتج بتاعك علشان يعرف يوصل لك. وبعد كده المرحله الثالثه طبعا انت بتظهر مزايا المنتج. بالظبط. اللي هو اصلا عشان نشوف ايه وبرضه نوصل للاحتياج. بالظبط. انا دلوقتي مثلا انا عندي مشكله في البشره، فعايز اروح للحاجه اللي تعالج لي المشكله. تمام. فنظهر المزايا، لان في ناس كتيره جدا بيبقى عندها منتج كويس جدا وما بتعرفش تسوقه، وهي دي المشكله. انا عايز اقول كمان ان هو بيبقى هدفه يبيع فبيخسر بسرعه. يعني لازم اكون عندي نظره مستقبليه، يعني انا لو هدفي ابيع بس دلوقتي، طب وبعد سنه ايه اللي يحصل؟ احنا في اعلام حاجه اسمها دوره حياه المنتج، في مرحله بيكون فيها نوع من الثبات،
المنتج فيه مش شغال كويس، فمحتاج يتعمل له ريفرش ونعيد من تاني الخطوات. فبنستخدم مرحله التخويف والتعزيز، انه يا جماعه لا المنتج ده لو ما استخدمتوش انتوا هتخسروا بعض الفوائد. بالظبط. فدي مراحل مهمه جدا. فاحنا شركاء زي ما قلت في الاول، الرؤيه بنمشيها خطوات، نجتهد معا ان احنا نعمل المنتج بشكل جيد، زي سنتر البركه وزي مؤسسه كنزي وزي مؤسسه زاد، احنا بنأسس سوا. تمام. والفتره الجايه ان شاء الله لو هنبقى مسؤولين عن شغل الاستاذ هاني امير المطرب شغله في المصنع، برضه هنبتدي نتعامل على المصنع نفس الفكره، انه احنا بنجتهد معا. مش بس كده، لكن كمان احنا بنحدد الهويه، وبعد ما بنجتهد معا احنا بننجح معا، وان شاء الله مرحله التميز يمكن ناس كتير جدا بتكتفي بالنجاح. يعني إن شاء الله. في ناس بتنجح وتبقى دكتور يبقى صح. مهندس، لكن ممكن يبقى دكتور مش متميز، او مهندس وهو اكتفى بكده. لكن مرحله التميز ده المطلوب ان شاء الله، اللي احنا بنحاول نساعد شركائنا في النجاح فيه. بجد حلقه كانت جميله، نورتنا مستر روبرت. حلقه بجد ممتعه، وشغلك جميل جدا واخراجك جميل. يا رب نكون افدناكم واسعدناكم. اي حد عنده اي مشكله في السوشيال ميديا او التسويق او مش عارف يسوق منتجه ازاي، يرجع استاذ روبرت، انا بدعمه كل الدعم طبعا. ويا رب نكون ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله مستر روبرت من تقدم لتقدم. وانتظروني ان شاء الله حلقه يوم الثلاث الساعه 4، وضيوف قويه جدا، انتظروني.